السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اليوم فيديو جديد إن شاء الله غادي نتكلموا على الأجواء ديال الانتخابات اللي غادي تكون في المغرب إن شاء الله بحول الله في 8 سبتمبر من هذا الشهر، هذا يوم الأربعاء اللي غادي نشوفوا دوك الأجواء ديال الانتخابات كي كاينة وكيفاش كتدور وهذا. أول نشكر الشباب والشابات اللي عطاتهم الفرصة، اللي الناس راهم طايبين في هذه الأيام بعد أن يستغلوا الفرصة يخدموا هذه الايام، هذه السيمانه اللي باقيه، لان راه وقت الدراسه دخلت ما بقى لها والو، والناس راهم طايبين ما كاين والو، الازمه ديال كوفيد وبزاف ديال الحوايج. اولا خصني انا بغيت نهضر على المدينه ديالي، مدينه بركان، والحي الشعبي اللي كنسكن فيه، حي بوهديله. حي بوهديله اللي كيعتبر من اعرق الاحياء الشعبيه في مدينه بركان، والاحزاب السياسيه كيقوقوا عليه هكا، لان فيه واحد الكثافه سكانيه بزاف وكيركزوا على حي بوهديله بزاف تقريبا. ولهذا نطلب من الشباب نهار يوم التصويت ان شاء الله خص الانسان يكون عنده ضمير وتكون عنده كرامه، من يمشي يصوت يعرف من يعطي ذاك الصوت. هذاك الصوت خصو يعطيه الانسان المناسب في المكان المناسب اللي يستاهلو، على الاقل بعد ان يدافع عليه شويه، واخا ما غاديش يعطيه العطيه والله يدافع عليك شويه، ولا يدافع على المدينه ديالك والبلاد ديالك. ان شاء الله الصوت ديالنا خصنا نعرفوا لمن نعطيوه، ما خصناش. بزاف ديال المواطنين كيقول لك انا ما نصوتش، بالعكس هذاك الصوت ديالك الا ما صوتش خليته راه غادي يصوتوا به، غادي يديو هذاك الصوت، هذاك غادي يصوتوا به. هذاك الصوت ديالك خصني نمشي نعطيه، خصني ما نخليش ذاك الصوت ديالي نمشي نصوت ونختار الشخص اللي غادي اللي ندافع عليه ويدافع علينا، وهذاك الصوت ان شاء الله نعطيوه ما نخليوهش. والمواطنين نطلب منهم في هذه الحمله هذه اللي راه كنشوفوا في الحمله اللي كما كتشوفوا في الاحياء الشعبيه وفي المدينه كامله، كيشدوا الورق وكيرميو في الطرقان وكيرميو. هاد الطرقان اللي كيرميوهم ما خصهمش يضيعوا دوك الورق، هذوك الورق اللي كيترموا في الزنقه ويسجلوا فيهم في السماء وهذا، خص المواطنين يطلبوهم ما خصهمش يديروا الازبال في الزنقه ويوسخوا المدينه ويوسخوا الحي. هذوك الورق راه كيسواو الفلوس، هذوك راه الفلوس ديال الدوله، هذوك الفلوس ديال الشعب، ما خصناش نضيعوا داك الورق. انسان فوت عند الانسان عند المواطن نعطيه الورقه وهو غادي يقرا البرامج ديالو بلا ما غادي تبقى ترمي الزبل في الزنقه. هذو دوك الورق كيسواو الفلوس هذو. ونتمنى ان شاء الله 8 سبتمبر ان شاء الله كتكونوا في الموعد، وان شاء الله الصوت ديالكم ما تخليوهاش، روحوا صوتوا واعطيوه داك الصوت اللي يستاهلو ان شاء الله بحول الله. والشعار ديالنا دائما هو الله الوطن الملك، والى اللقاء في فيديو جديد ان شاء الله بحول الله. الشباب والمواطنين والاحزاب السياسيه على قسم الحزب المشترك.